أنا شيعي يا ولدي شيعي، وإحنا نبى نعيش بسلام في القرية، وإحنا ما لنا علاقة في المواضيع اللي تصير هذه كلها. إحنا لو ويا الحكومة، كان الحكومة الحين كان عطتنا بيت، بادرت لنا بيت. بهذه الكلمات وصفت المواطنة البحرينية أم عبد الله حالها بعد احتراق بيتها الذي تتهم به مجموعات تخريبية لأنها رفضت مشاركة ابنها السعودي الجنسية معهم في قرية المعامير البحرينية. أنا مواطن سعودي مقيم هنا في البحرين مع الوالدة، ما عندي أحد غير الوالدة هنا في البحرين، وما عندي مكان إذا أقدر أروح أقيم في السعودية أو أقدر أشتغل في السعودية أو أسكن في السعودية، وأنا مواطن مالي في المشاكل يعني. يبوني أنزل معاهم أخرب معاهم، بس أنا مالي شغل في المشاكل، أنا مواطن سعودي وأخاف على نفسي لو صار فيني شيء ولا شيء أضيع والدتي. قرية المعامير إحدى القرى التي تشهد توترا في البحرين، السلطات تتهم مجموعات سياسية تلجأ إلى العنف بالوقوف خلف هذا التوتر. أنا يوم كنت في المعامير عايشة معززة في بيتي طابقين، وبان إن لي الملك 2008 جديد، ما تهنيت في حد، سنتين قعدت فيه، تهجموا علي المخربين وخلوني أطلع بالقوة. أم عبد الله تقول إنها أمضت مع ابنها فترة بلا مسكن قبل أن تسعفها جمعية بحرينية بشقة صغيرة محدودة الإمكانيات. سرقت البيت وحريق البيت وتلاف البيت بالمنزل، واحنا احنا قاعدة على الحالة، لا حكومة ولا غير حكومة سوت لنا حل، وحين لو ما الجمعية هي اللي بادرت، أول ما نشرنا في الوطن هي اللي بادرت لنا وفتحت لنا السكن، حتى الحكومة ما شفنا منها شيء، سنتين من 2011 لحد الآن احنا نعاني. هنا انتهت رواية أم عبد الله، سردت بشكل مفصل ما تعرضت له. علينا الآن أن ننتقل إلى البيت الذي كانت تسكنه لنرى ماذا حل به. لم تكن رحلتنا إلى قرية المعامير بعيدة عن الخطر، فقد دخلنا خلسة إلى حيث بيت أم عبد الله، والصورة كما يقال بألف كلمة. محمد العرب، العربية.